Anatomy of a Fall، فيلم دراما وجريمة إنتاج 2023، مدة الفيلم 2:30. لا يصلح لمن أعمارهم أقل من 15 عاما، متوفر للمشاهدة. شارك في مهرجانات عديدة وفاز ب 22 جائزة، أهمهم جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي. قصة الفيلم: في إطار من الدراما والجريمة، تتهم امرأة في جريمة قتل زوجها، وسريعا يتسبب الأمر في وقوع ابنهما الكفيف ومعضلة كبيرة، حيث يصبح الشاهد الوحيد على الجريمة. العناوين العريضة للفيلم: أسرة تتهاوى من فوق جبل، فيلم إثارة فكري من العيار الثقيل، الدراما المثيرة في قاعة المحكمة تتحدى تصورنا للحقيقة، السيناريو والحوار، كل شيء في السيناريو مهم وله دلالاته، بما في ذلك العلاقة التي تربط ساندرا بمحاميتها، والحماس البغيض للمدعي العام، ولمحات ما يدور داخل عقل الإب لما قد حدث، ونظريات خبراء بقع الدم، ومحتويات روايات ساندرا، وعدم قدرة زوجها على إنهاء روايته، وأهمية العلاقة الزوجية، وكذلك التفاصيل القانونية الدقيقة، واستكشاف حياة الآخرين داخل قاعة المحكمة ببراعة رائعة. يرسم السيناريو صورة مبهرة للغاية، تصور الخط غير الواضح بين نظريات التلاعب والطبيعة المعقدة للغاية للقضية، لضمان المصداقية وإمكانية الوصول إلى نهج واقعي يكتشف الفاصل بين الحقيقة والخيال، وكذلك نظرة الآخرين وتأثير الصور على الغرائز. كل هذا وأكثر يتم فض اشتباكه من خلال سيناريو ساحر دقيق بقدر ما هو قوي. بعد الانتقال إلى بلدة نائية في جبال فرنسية، تتأقلم ساندرا وزوجها وابنها البالغ من العمر 11 عاما مع حياتهم الجديدة. ساندرا وزوجها كلاهما كاتبان، على الرغم أن ساندرا حققت العديد من النجاحات التي تزيد من الخلاف المتزايد بين الزوجين. لقد تسبب هذا في حدوث شرخ في علاقتهما. يغامر الابن وعنده مشاكل في النظر بالذهاب إلى منطقة غابات قريبة لتمشية كلبه. عند عودته اكتشف جثة والده في التلج أسفل الشاليه الخاص بهم، مما أدى إلى بدء الغموض المحيط بوفاة والده. مع تقدم القضية تخلق الكتابة نغمات ذكية من الغموض، موضوعة ببراعة لإغراءنا بالتفكير في القوة التي نمتلكها على الآخرين في العلاقات، ويظهر ذلك من خلال ذكريات الماضي عن حجج ساندرا وزوجها، والتي يتم من خلالها تبادل اللوم بأسرع ما يمكن أن تتخيل. بالطبع يقوم كتاب السيناريو بعمل رائع في خلق حجج سليمة لكلا الطرفين، إلى درجة أنه يصبح من الصعب اختيار جانب، وهذا بالضبط ما يجعل السيناريو والحوار رائعا. يعيب السيناريو البناء البطيء جدا لدرجة الملل. الإخراج والتصوير والإضاءة: نجح الإخراج بسبب نصه الجذاب وعروضه الاستثنائية واللقطات الرائعة، من التحقيق المبكر إلى مواجهة في قاعة المحكمة، تتعامل المخرجة بشراسة مع هذا النوع وتفككه عن اقتناع، وهي تنتقل في هذه القصة بين الحقيقة والخيال. من الصعب تحديد أفضل جزء من هذه الدراما، حيث تم تصميم كل مشهد تقريبا بدقة لإشراك الجمهور، وتطلب منا أن نفكر بأنفسنا. وبطبيعة الحال يقدم محامي المحكمة حججهم بطريقة نموذجية، لكن الإخراج والسيناريو ماكر ولا يميل أبدا نحو إجابة محددة على الأخرى، ومشاهد تزيد من الحيرة. إن التوتر هل فعلت أم لا الذي يملأ الفيلم عند كل نقطة تحول هو أمر بارع، ولابد أن يجعلك تتساءل عن كل شيء من البداية إلى النهاية. نرى قطعا متوازيا مع ذلك الابن وهو يحمم الكلب، يلمس الابن المياه ليتأكد من درجة حرارة المياه في لقطة مقربة، وهو ما نفهم بعد ذلك أن طريقته في الرؤية، إذن إنه شبه ضرير ويعتمد اللمس الإرشاد في العالم. يخرج الابن والكلب للتنزه لنرى مدى عزلة المكان الذي يعيش به الأبطال، كما نرى من خلال لقطات الطب الشرعي والتشريح أن السقوط يحتمل أن يكون انتحار أو بدفعة من طرف ثالث اللي هو القتل، وهو ما يعطي الإخراج طبقة أساسية من الإثارة المتعلقة بمعرفة الحقيقة حول ذلك. تعمد أسلوب الإخراج أن يكون التشريح في الفيلم ليس طبيا فقط، ولكنه تشريح لتلك الأسرة بأكملها وعلاقاتها وديناميكياتها المتعددة. الأسلوب السينمائي المتعلق بالتصوير يتنوع بين وجهات النظر المختلفة، لكنه يتميز بصورة عريضة ذات إضاءة غير متساوية وتباين قليل، ما يوحي بالشك الذي نعيشه بينما نشاهد الفيلم. وفي مقابل ذلك تم دمج صور تبدو أقرب للوثائقية، تعبر عما يراه المجتمع بشكل ما، إضافة إلى الصور الفوتوغرافية للأسرة في بداية الفيلم، وهي بمثابة تاريخ مختصر عن الزوج والزوجة. وأخيرا الصورة متعلقة بالمحكمة. الموسيقى تمثل الأغنية المستخدمة تصورا رومانسيا للعزلة، يداعب خيالات ساكن المدن الكبيرة مليئة بالبشر والضجيج، ويوقظ أحلامهم بالتقاعد في مكان متناقض مع حياتهم اليومية، حيث السكون والحياة الهادئة. لكن ذلك التصور ينتمي للفئة التصورات القائلة إن العشب أكثر اخترارا على البر الآخر، إنه تصور لما لا نمتلكه، ولكن عند تجربته في الحقيقة كان نحبه أو لا حسب الطبيعة الشخصية لكل فرد. فتم توظيف الموسيقى والأغنية المستخدمة بشكل متميز. الممثلين: الثناء الأكبر هيروح لبطلة الفيلم اللي نجحت بإيصال كل المشاعر المطلوبة، ساندرا، تحب التفاعل مع البشر والعيش في المدن الكبيرة، وترى الضجيج نوع من الديناميكية والحيوية، وبذلك يكون البيت الصغير المغطى بالثلوج بمثابة الكابوس لشخصياتها التي تحب البشر. أضف إلى ذلك أن عزلتها في بلد لا تتحدث لغتها بطلاقة. هنا يمكن رؤية التهمة المتعلقة بالزوج تجاه ساندرا، تهمة عزلها من سياقها الاجتماعي.
اجتماعي وتسير حياتها حسب رغباته، حيث يصبح ذلك البيت الرومانسي مشابها لقلعة حصينة كتلك التي تحبس بها الأميرات في القصص الخيالية. باقي الممثلين أداء جيد منهم مع توجيه متميز لهم من المخرج والسيناريو. المونتاج قطع سلس بدون مشاكل، خصوصا في الدمج بين الأسلوب الوثائقي والفوتوغرافي والسينمائي. فيلم إثارة فكري من العيار الثقيل تم تجميعه بدقة، ونجح الإخراج والسيناريو في تعميقه لدرجة أنه يحبس الأنفاس باستمرار مع تنقلاته عبر مراحل مختلفة. الفيلم دراما مثيرة في قاعة المحكمة تتحدى تصورنا للحقيقة وتستكشف ديناميكيات السلطة في إطار الزواج الفاشل. سيناريو الفيلم ذكي وحاد، حيث يتلاعب بالحقائق والخيال والتصورات ليجعل الجمهور يتساءل عن كل شيء من البداية إلى النهاية. أداء بطلة الفيلم الذي لا يضاهى وصناعة الفيلم الاستثنائي يجعل الفيلم مسبب للإدمان ومثير للتفكير، وتتعمق في موضوعات فشل الزواج وديناميكيات السلطة وعواقب الحقيقة. الفيلم السينمائي مهتم بأدق التفاصيل. إن كنت لا تحب هذه الأفلام ذات الأجواء الأوروبية والإيقاع الهادئ فلن يعجبك الفيلم، ولكن إذا كنت تحب هذا الإيقاع فالفيلم سوف ينال إعجابك بشدة. تقييم للفيلم هو 7.5/10.